إن شاء الله بإذن الله بكرة الملايين في مصر والوطن العربي على موعد بكرة القمر هيتخسف، عشان هو الشمس بيتكسف بتتكسف والقمر اللي بتتخسف كانوا بيحاولوا يحفظوها لنا كده في المدرسة. بكرة في خسوف للقمر، بس هو خسوف كلي على فكرة، ده يعني بيجي وقته في مع توقيت بدر شهر ذي القعدة، وده جاي السنة دي في يعني في هذا الشهر في هذا التوقيت 1439 هجرية. ظل الأرض هيغطي 161% تقريبا من سطح القمر، فده بيعتبر الأطول اللي هيحصل الظاهرة دي فيها في مصر والوطن العربي في القرن 21، يعني على مدار القرن كله دي أطول ظاهرة لخسوف القمر هتحصل. الخسوف بكرة إن شاء الله خسوف القمر الكلي هيستمر في جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته، هيكون شبه ظلي جزئي وكلي وشبه ظلي مدة حوالي 6 ساعات و14 دقيقة تقريبا، وهيستغرق الخسوف منذ بداية الخسوف الجزئي الأول لغاية نهاية الخسوف الجزئي الثاني، هيبقى جزئي وكلي وجزئي المدة كلها على بعضها حوالي 2 ساعة و12 دقيقة. فبكرة الظاهرة دي إن شاء الله أعتقد إن هي يعني تستدعي مننا، بس عايزين نعرف إزاي نقدر نتابعها ونشوفها. خلونا ناخد هاتفيا الدكتور ياسر عبد الهادي الأستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. يا دكتور ياسر مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. ممكن ببساطة كده تشرح لنا إن شاء الله بكرة إيه الظاهرة اللي هتحصل، وابتداء من الساعة كام نقدر ناخد بالنا منها؟ إن شاء الله بكرة إحنا العالم كله على موعد مع أطول خسوف قمري يحدث في القرن 21. الظاهرة دي طبعا الخسوفات بتحصل كتير، يمكن إحنا بنشوفها كتير، ولكن علشان الظاهرة هو اكتسبت أهميتها علشان حدوثه كأطول خسوف قمري، وكمان هيغطي معظم أجزاء العالم، يعني معظم أجزاء العالم المأهولة هتشوفه فيما عدا بعض الأجزاء البسيطة في قارة أمريكا الشمالية وفي أقصى شرق آسيا. طبعا الظاهرة دي عندنا في مصر هنا هو هتبدأ علميا، طبعا بركب أشدد لازم أقول الكلام دقيق، يعني علميا هتبدأ الساعة 7:15 دقيقة. يعني ايه علميا؟ يعني هو القمر هيدخل منطقة شبه ظل الأرض الساعة 7:15 دقيقة. العين البشرية مش هتقدر تميز اي خفوت او تغير في لمعانه. امتى هنقدر نميز؟ الساعة 8:24 دقيقة. كلنا نظبط ساعاتنا على التوقيتات دهيت. الساعة 8:24 دقيقة هيبتدي القمر يحس كده ان ظل الارض ابتدى ايه يدخل عليه من اتجاه معين، يعني هيبتدي جزء منه كده يسود في حالة بقى خسوف جزئي في الاول، لغاية لما يكتمل او يعني يبقى يتغطى تماما القمر تحت ورا ظل الارض. الساعه ان شاء الله هتبقى الساعه 9:30. طب هو مش فيه يا دكتور شيدز كده بتتشكل حوالين القمر في وقت الخسوف ده؟ افندم السؤال مره ثانيه. مش فيه كده يعني ظلال حوالين القمر كده؟ مش في الخسوف ده بنلاقي كده، ما هو ما بيبقاش كلير، ما بيبقاش صريح واضح، مش كده؟ هو يمكن قصد حضرتك ان القمر هيبقى لونه مش يعني لونه احمر. هو مفيش، لا مش احمر، يعني ما بنلاقيهوش صريح كده، ما بنلاقيهوش واضح، بيبقى زي في ظل كده قدامه، في صح ولا حاجه بتغطيه؟ طبعا ظل الارض بيغطيه، زي ما قلت لحضرتك ان هو ظل الارض بيبتدي يدخل عليه على القرص من اتجاه معين لغايه ما يغطيه تماما. تمام. نسبة التغطية دي حوالي 161% مش كده؟ 161، يعني القمر بالكامل وحتى حواليه المنطقة اللي حواليه كده يعني يدخل تحت ظل الأرض، يعني قد القمر مرة ونص وشوية كمان. بتبقى متغطية، لأن القمر هيقعد من الساعة 9:30 لغاية الساعة 12 إلا ربع في حالة كسوف كلي. طب حالة الخسوف الكلي دي برضو معناها إن إحنا مش هنبقى شايفين القمر ولا إيه؟ القمر نظريا المفروض ما يتشافش، لكن هو هيتشاف لونه احمر، ولذلك بيسموه القمر الدموي، واللون دوت ليه تفسير. ايه تفسيره؟ بيبقى احمر ليه؟ بيبقى احمر لان طبعا ضوء الشمس، القمر طبعا كجسم هو معتم ما بيطلعش ضوء، ولكن هو بيستقبل ضوء الشمس وبيعكسه علينا ولذلك بنشوفه.
لكن في حاله الخسوف هو طبعا المفروض ان هو متداري ورا ظل الارض، لكن ضوء الشمس بيخترق الغلاف الجوي بتاع الارض ويحصل له حاله تشتيت تشتت. فالتشتت ده يعني بيفكرني انا زي بالظبط، انا عايز اشبهها لحضرتك، ليه احنا مثلا بنشوف السماء في الشروق وفي الغروب لونها احمر بينما في عز النهار بتكون ازرق؟ علشان زاويه سقوط الاشعه بتكون مايلة، بحيث ان المسار بتاع الأشعة يطول فيحصل لها زيادة في عملية التشتت جوه هذا المسار. فهذا التشتت يقدر يعني او من خلاله الأشعة دهية تتحول الى اللون الأحمر. ليه تتحول للون الأحمر؟ لان في اثناء هذا التشتت الطاقة بتاعتها بتفقد، الطاقة بتاعتها بتفقد، يعني طول الموج بتاع موجة الأشعة بيطول، والأشعة ذات الطول الموجي الطويل هي الأشعة الحمراء اللي في النهاية بتنفذ من الناحية الثانية من غلاف الكرة الأرضية وتسقط على القمر عشان نشوفه إحنا باللون الأحمر. ده التفسير العلمي لظهور القمر باللون الأحمر في حالة الكسوف الكلي. أنا بشكرك. معلش يا دكتور سؤال أخير. تفضل. هي الشمس مش ناوية تتكسف شوية اليومين الجايين ولا حاجة؟ فيش كسوف شمس ولا حاجة أحسن؟ هو لا، ما فيش كسوف شمسي حاليا، ما فيش اي كسوف الفترة الجاية دي يا دكتور خالص من الشمس. وبعدين حتى لو حصل كسوف شمسي بيحصل لدقائق او ثواني، يعني الكسوف الشمسي غير الكسوف القمري. يعني الكسوف القمري بقى بيستمر ممكن لساعات، لكن كسوف الشمس يعني حتى لما بيحصل لها كسوف كامل بتبقى لدقائق، وبتبقى بيسموها الدقائق الذهبية عند دارسي الشمس، علشان بيقدروا، هي دي الحالة الوحيدة اللي نقدر ندرس فيها الغلاف الجوي بتاع الشمس. كان عندي أمل كبير يا دكتور تقول لنا إن الشمس هتتكسف الكام يوم اللي جايين دول كده، يبقى في كسوف شمس ولا حاجة. جو حر قوي الحقيقة. بشكرك جزيل الشكر الدكتور ياسر عبد الهادي، الأستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. الحقيقة كل ما تقرأ أكتر أو تسمع أكتر في علوم الكون والفضاء، كل ما تؤمن أكتر بمعجزات الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم بجد، يعني خالق هذا الكون البارع المصور، يعني الحوادث اللي بتقع دي، الأحداث يعني دي، والكون والفضاء والعلم ده الحقيقة رائع جدا.